اهلا بكم طلبه الصف الثالث الاعدادي، ومع الجزء الثاني من دروس التاريخ لدرس اللي هو مصر والصراع العربي الاسرائيلي، استكمالا لحروب العرب واسرائيل. هناك العدوان الاسرائيلي 5 يونيو 1967 ميلادي، واللي بنعتبره هو يوم النكسه مش على مصر بس، بل على العرب ككل. في البدايه انا بتكلم عن ايه هي الاسباب المباشره لحرب الاسرائيل على مصر. نتكلم في البدايه عن اسرائيل سعت الى استدراج مصر الى حرب غير مستعده لها، يعني خلت حطت مصر في خانه اليك زي ما بيقولوا عشان تدخلها حرب هي عارفه ومتاكده ان هي مش مستعده ليها. وبدات تعمل ايه؟ بدات اسرائيل تهدد وتحشد قواتها على حدود سوريا، واحنا واخدين قبل كده عارفين ان في وحده مشتركه في درس ثوره 23 يوليو 1952، ان من ضمن الانجازات ثوره 23 يوليو على المستوى العربي ان كان في وحده ما بين مصر وسوريا استمرت من 1958 حتى 1967. حلو، طيب ايه اللي حصل؟ بدات اسرائيل تحط قواتها وتضع قواتها على حدود سوريا 1967، فبالتالي كان شيء تلقائي نتيجة فكرة اتباع المشترك ما بين مصر وسوريا، ارسلت مصر قواتها الى سيناء. ليه؟ لان كان في اتفاق مشترك بينها وبين سوريا، بالاضافة ان مصر اغلقت خليج العقبة امام الملاحة الاسرائيلية سنة 1967. طب ليه؟ بما تفسر اغلقت مصر خليج العقبة ليه؟ بسبب انها عايزة تعمل ايه؟ حصار اقتصادي على اسرائيل، يعني توقف حركة التجارة الخارجية بالنسبة لإسرائيل، تضرها اقتصاديا. وبدأت مصر تطلب من قوات الطوارئ الدولية الموجودة على الحدود مع إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط. أنا واخد قبل كده برضو خدت أني كان في قوات طوارئ ما بين مصر وإسرائيل على الحدود ما بين الدولتين. طيب إيه اللي حصل؟ القوات المصرية سحبت قواتها عشان هي داخلة على حرب أو أنها تنتظر حدوث حرب، واعلنت مصر انها لن تكون البادئه في الحرب. مصر قالت هي مش هتبدا بالحرب، واسرائيل اعلنت انها لن تهاجم الدول العربيه، مما جعلت البلاد العربيه تطمئن. وفي نفس الوقت اسرائيل كعادتها بدات بغارات مفاجئه على المطارات المصريه، وبدات في الحرب يوم خمس او صباح 5 يونيو 1967. طيب ايه النتائج العدوان على الجبهه المصريه؟ نتائج العدوان حصل ايه؟ او ما النتائج المترتبة على عدوان 1967؟ ادت الى ان اسرائيل استولت عليه، استيلاء اسرائيل على قطاع غزة، استيلاء اسرائيل على سيناء حتى الضفة الشرقية للقناة، استشهاد عدد كبير من القوات المصرية في سيناء. اذا هنا كان خسائر كبيرة جدا لسلاح الطيران وللجيش المصري بشكل كبير. طيب ايه هي اسباب هزيمة الجيوش العربية في حرب 1967؟ ايه السبب اللي خلى الجيوش العربية وخاصة مصر تنهزم في حرب 67؟ اولا في تفوق عسكري اسرائيلي خاصة سلاحها الجوي. اتنين، ان اسرائيل قالت انها لن تهاجم الدول العربية، مما خلى البلاد العربية تطمئن، فاستخدمت اسرائيل هنا عنصر يسمى عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية، بعد ما ساعدتها امريكا باجهزة التجسس الامريكية وصورت بعض المواقع المصرية وعرفتها أماكن القوة والضعف بالنسبة للجيش المصري، فشيء طبيعي إنها لازم هتكون منتصرة. ساعدت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إسرائيل، ساعدتها إيه؟ عسكريا واقتصاديا وسياسيا. ده من ناحية إسرائيل والدول اللي بتساعدها. طب من ناحية العرب والجيش المصري، كان في تفكك العرب، ده من ناحية نقص التدريب وقلة الأسلحة الحديثة للقوات المصرية، ده من ناحية تانية. كل هذه الأسباب طبعا تخلي أي دولة تنهزم، وخاصة في حرب داخلة مع دولة شرسة تضع مصر نصب أعينها ولن تتركها سوى أن تستولي عليها. وبالفعل هي استولت على جزء كبير جدا من شبه جزيرة سيناء. جي بعد كده قرار مجلس الأمن اسمه قرار مجلس الأمن 242، وده كان في سنة 1967. قرار مجلس الأمن قال ايه عقب حرب 67؟ اصدر قرار. ايه القرارات بتاعته؟ 5 قرارات. اولا انهاء حالة الحرب بين العرب واسرائيل، يعني ما عادش في حرب تاني. اتنين،
ان كل دولة تحترم المنطقة اللي مسيطرة عليها. ثلاثة، ان تنسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، يعني اسرائيل كل الاماكن اللي احتلتها في 67 ترجع تسلمها تاني للدول التي تم اخذ هذه الاراضي منها. حاجة كمان، حرية الملاحة في الممرات الدولية، يعني من يعني ترجع مصر تفتح خليج العقبة مرة تاني للممرات الدولية، وانشاء مناطق منزوحة السلاح بين الطرفين. طب مين قبل ومين رفض؟ مصر قبلت قرار مجلس الامن 242، بينما اسرائيل رفضت وامتنعت عن التنفيذ. اذا هنا هتبدا كلمه عبد الناصر، انما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، يعني مش هينفع معانا لا قرار مجلس امن او غيره، اللي اتخذ منا بالقوه مش هيرجع غير بقوه. لذا حرصت القوات المسلحه على ان تبني جيشها لمحو عار الهزيمه، وعشان تشيل عار الهزيمه ده لازم تمر بمرحلتين. المرحله الاولى اللي مشيت فيها القوات المسلحه مرحله الصمود والتصدي. يصمد وتصدي لمين؟ للاعتداءات الاسرائيليه على الضفه الغربيه للقناه. طيب يعني ايه صور الصمود والتصدي للجيش المصري لاسرائيل؟ اولا قامت معركه ما بين الجيش المصري واسرائيل اسمها معركه راس العش. طب ايه المعركه دي؟ وضحها لي. ان كانت من الاعتداءات الاسرائيليه ايضا معركه راس العش اللي نجحت قواتنا في التصدي للعدوان واجبرته على الانسحاب عندما حاول احتلال مدينه بور فؤاد. يعني كانت اسرائيل هتحتل مدينه بور فؤاد ولكن الجيش المصري انتصر عليها في هذه المنطقه. ايه تاني صور الصمود والتصدي للجيش المصري لاسرائيل؟ ان قامت البحريه المصريه بانها وجهت صواريخها الى المدمره الاسرائيليه ايلات وتم تدميرها تماما. المرحلة الثانية اللي بدأت تتحرك فيها القوات المسلحة لمحو عار الهزيمة يونيو 67 اسمها حرب الاستنزاف. ماذا يقصد بحرب الاستنزاف؟ حرب الاستنزاف دي يعني استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي، يعني تحاول القوات المصرية او القوات المسلحة المصرية انها تضعف طاقة العدو الاسرائيلي بأي الاشكال. والفترة دي استمرت من 1969 حتى عام 1970. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل فيه ان مصر نجحت في انها تبني حائط صواريخ على الضفة الغربية للقناة. طيب ليه؟ عشان تمنع اختراق الطائرات الاسرائيلية من الى سماء مصر. وفي نفس الوقت بدأت القوات المسلحة تقذف الخط المنيع اللي هو اسمه خط بارليف. بدأت القوات المصرية قصف مستمر لخط بارليف وتحصيناته بالمدفعية على طول قناة خط السويس، اللي كانت اسرائيل بتقول ان خط بارليف ده الخط اللي محدش يقدر ابدا يعديه. طيب وفي نفس الوقت نلاحظ ان اثناء هذه الحروب استشهد عدد كبير من الجنود المصرية، واحد الابطال العسكرية زي الفريق اول عبد المنعم رياض. مين عبد المنعم رياض ده؟ ده رئيس اركان حرب القوات المسلحة، واحد من الرجال اللي اعتمد عليهم جمال عبد الناصر في حرب الاستنزاف واستخدمه، وكان ليه دور كبير جدا في حرب الاستنزاف واحد الشهداء اللي مات في حرب الاستنزاف. يبقى لا ممكن يجيبها لي في سؤال من هو احد الشهداء الذي قتل في حرب او استشهد في حرب الاستنزاف؟ هو الفريق اول عبد المنعم رياض. طيب ايه نتيجة اثار القصف المستمر ده؟ اثار القصف المستمر ده ان تدخلت الولايات المتحدة وقدم واحد اسمه وزير خارجية بريطانيا اسمه روجرز وجه قرار بوقف اطلاق النار وحل النزاع سلميا. وبعديها نلاقي ان الرئيس عبد الناصر جمال عبد الناصر توفي عام 1970 28 سبتمبر 1970 وخلفه الرئيس السادات عشان تبدأ مصر مرحلة جديدة هي حرب اكتوبر عام 1973. هتبدأ مرحلة جديدة مصر مع الرئيس السادات في حرب اكتوبر 1973. شكرا لكم اعزائي الطلبة، ونلتقي في درس اخر من دروس التاريخ، والى اللقاء.